بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أوضاع مديريات الوادي والصحراء واحتياجات مواطنيها دون التطرق إلى الاختلالات الأمنية والعسكرية، وكاد التصعيد الشعبي المستمر لأكثر من شهر للمطالبة برحيل المنطقة الأولى، حيث طلع محافظ حضرموت خلال لقائه السلطة المحلية بالوادي على خطط التنمية والاحتياجات الملحة للخدمات بمديريات الوادي والصحراء ومشاريع الموازنة العامة للعام القادم، مشددا على تحسين الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم في الإدارات الحكومية وتحسين العمل وتطويره في مختلف الوحدات الإدارية وفق رؤية المحافظة للعام القادم. كما اطلع المحافظ بن ماضي على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفى سيئون العام للمرضى من محافظات حضرموت ومأرب والجوف وشبوة والمهرة، وخطط تحسين الخدمات والصعوبات التي تواجه قيادة الهيئة.